غفر الله لك يا شيخ. يوجد في بعض المساجد مكاتب اما تكون في الطابق العلوي او ملاصقه للمصلى، فهل تاخذ حكم المسجد؟ يقول العلماء رحمهم الله: ما كان في داخل سور المسجد وبابه من داخل فهو من المسجد، وما كان خارج السور فليس من المسجد، فتاخذ حكم المسجد، يعني انه لا يلبث فيها الجنوب الا بوضوء، ولا يصح فيها البيع والشراء، ولا وإذا دخلت فصلي ركعتين وجماعة كما المسجد المعروف.